صباح الخير، أنا بنت البطل الشهيد العقيد محمد عيد عبد السلام. عمري ما هنسى آخر مرة كنت بوصل فيها بابا وهو رايح شغله، وزي أي بنت كنت بستنى رجوعه ليا بالسلامة. وفي اليوم ده بدل ما اسمع صوت بابا وهو بيفتح الباب ويسألنا عاملين ايه وحشتوني، سمعت صوت ضرب نار. قلبي ساعتها اتقبض، خفت قوي على بابا، ولقيت لساني بيردد من غير ما احس: ربنا يستر ربنا يستر. ولما عرفت بعد كده خبر استشهاده حسيت ان ظهري اتكسر. ما هو بابا كان ظهري وسندي وقدوتي اللي للاسف ما لحقتش اشبع منه. كان دايما جنبي بيقول لنا: نفسي لما تكبري اشوفك دكتوره. علشان كده انا اتحديت احزاني ودخلت كليه الصيدله. دلوقتي اكيد بابا شايفنا وحاسس بينا وفرحان بيا وبتخرج اخويا عيد اللي بشوف فيه بابا. في رجولته وحبه للخير وحنيته عليا وعلى اخواتي. والنهارده لما شفته وسط زمايله كلهم قوه وعزم واصرار، اتاكدت ان دم بابا ما راحش هدر. علشان كده حابه اقول لك يا عيد ولكل زمايلك: مصر تستاهل، مصر تستاهل كل التضحيات. وحابه اقول لك يا عيد ان انا فخوره بيك، وان اكيد بابا الله يرحمه هو كمان فخور بيك لانك صممت تكمل مشواره. واحنا معاك وهنفضل جنبك لغايه ما نجيب حق بابا البطل الشهيد وكل الشهداء، ونهزم بالخير والاراده الشر والغدر اللي اغتاله وكان سبب في حرماننا منه. واحنا هنا علشان نقول للدنيا كلها: مصر هي السند الحقيقي، مصر تستاهل وهتبقى طول ما فيها زي بابا أبطال وشهداء بالملايين.